السلام عليكم. النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها بالعناوين. سيلفان شالوم يستغل قيمة الطاقة للحديث عن تعيين مندوب إسرائيلي في الإمارات. منتدى دافوس الاقتصادي ينطلق وسط تحذيرات من عدم استقرار النظام المالي العالمي. أهلا بكم. سيلفان شالوم يرأس بعثة إسرائيل إلى الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا التي تقام في أبوظبي. وصحيفة جيروزالم بوست تكشف عن مساعي الوزير الإسرائيلي إلى تعيين مندوب دائم لتل أبيب في الإمارات. المنظمة الدولية للطاقة المتجددة المنعقدة في أبوظبي بسبب حضور وزير الطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم على رأس وفد رسمي وتجاري. قرار الكويت بعدم حضور المؤتمر جاء نتيجة التزام البلاد بمقاطعة جميع أشكال التفاعل مع النظام الصهيوني. وبرغم الموقف الكويتي، وصف شالوم بقاء ممثلي الدول العربية واستماعهم إليه خلال إلقائه كلمة في المؤتمر بالمفاجأة السارة. صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية كشفت عن مساعي الوزير الإسرائيلي لإرسال مندوب دائم لإسرائيل إلى الإمارات. وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور محمد قرقاش قلل من أهمية المشاركة الإسرائيلية وأكد أن بلاده لن تسارع إلى تطبيع علاقات ثنائية، واعتبر أن حضور الوفد الإسرائيلي يرجع إلى كونها عضوا في المنظمة التي تضم 100 دولة. المؤتمر الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر يهدف إلى مناقشة سبل التعاون بين الشركات والدول لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري. وفيما تقلل الإمارة من الأهمية السياسية للمشاركة الإسرائيلية، تعلق الأخيرة آمالا كبيرة على المؤتمر لتوسيع دائرة التعاون مع دول الخليج، حيث تسعى إسرائيل إلى دخول أسواق الخليج من باب الاستثمار في الطاقة المتجددة مستفيدة من التفوق التقني لشركاتها. من ناحية أخرى، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته إقناع شركات التكنولوجيا العالمية بتعزيز استثماراتها في إسرائيل. المنتدى الاقتصادي السنوي في دافوس سيكون مناسبة للقاء المسؤولين الإسرائيليين مع ممثلين لشركات جوجل وياهو. وتمثل منتجات التكنولوجيا المتطورة نحو نصف الصادرات الصناعية من الكيان الإسرائيلي. وتخشى إسرائيل أن تكر سبحة حملات المقاطعة التي بدأتها جهات هولندية رفضت التعامل مع مصارف إسرائيلية تدعم الاستيطان. بدورها تسعى إيران إلى تسويق فرص استثمارية في قطاعها النفطي خلال منتدى دافوس. وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن وزير النفط الإيراني بيجان زينغانا سيسعى إلى إقناع الشركات النفطية الغربية العملاقة باستئناف نشاطها في بلاده. وأكد زينغانا أن وزارته حددت كما هائلا من الاستثمارات والأنشطة التقنية لإطلاق عمليات إنتاج النفط والغاز من جديد. ويشارك الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع صناعة النفط والغاز في منتدى دافوس. وعلى هامشه يتوقع أن يلتقي زينغانا كبار مسؤولي شركات النفط العملاقة. إذن المنتدى الاقتصادي العالمي 44 بدأ أعماله في بلدة دافوس السويسرية بحضور زعماء دول وحكومات من أنحاء العالم، بالإضافة إلى رؤساء بنوك مركزية وشخصيات مالية. ومع افتتاح المنتدى برزت دعوات إلى استكمال الإصلاحات المالية والمصرفية التي أطلقتها الحكومات الأوروبية والأمريكية بعد الأزمة المالية. نائب رئيس صندوق النقد الدولي السابق جون ليبسكي أكد أن النظام المالي العالمي لا يعمل بكفاءة كافية، ولا سيما في منطقة اليورو. بعد 6 سنوات على بدء الأزمة المالية، لم يستعد النظام المالي العالمي عافيته بعد. عمليات إعادة الرسملة وتطهير ميزانيات البنوك لم تكتمل، وما زال هناك المزيد للقيام به. وهذه واحدة من القضايا أو المهام الرئيسية في منطقة اليورو عام 2014. لأول مرة منذ 6 سنوات انخفض الدين الحكومي في منطقة اليورو في الربع الثالث من العام الماضي، ما يعزز مؤشرات التعافي من أزمة الديون السيادية. ديون 17 دولة متعاملة باليورو قاربت 12 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى أيلول سبتمبر الماضي، وهو ما يعادل أكثر من 92% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
معاناة المغربيين أو المغاربة من ارتفاع الأسعار مستمرة، ولا سيما أسعار المواد الغذائية. معدل التضخم قرب 2% العام الماضي بحسب المندوبة السامية للتخطيط المغربي، والمواد الغذائية هي العامل الرئيس في تغير أسعار المستهلكين في البلاد، تليها الاتصالات وتكاليف التعليم. الحكومة المغربية تعمل على إبقاء المعدل في حدود 2% في العام الجاري عن طريق دعم القدرة الشرائية للمواطن. وزارة الطاقة الجزائرية تخطط لجولة جديدة من تراخيص النفط والغاز في آب أغسطس المقبل. الوزارة تعتزم فتح باب تقديم العروض أمام شركات الطاقة الأجنبية على أن توقع العقود مع شركات الفائزة في 5 أيلول/سبتمبر. جولة التراخيص هذه تشمل 31 حقلا، وهي الأولى منذ إقرار قانون النفط الجديد في كانون 2 يناير من العام الماضي. وتأمل الجزائر أن تسهم الجولة الجديدة في رفع الإنتاج والأخذ بالتراجع بعدما أخفق عطاءات سابقة في جذب المستثمرين الأجانب. أكدت وزارة النفط العراقية ارتفاع صادراتها في كانون الأول ديسمبر الماضي بالمقارنة مع الشهر الأسبق بالرغم من تنفيذ أعمال الصيانة وسوء الأحوال الجوية. صادرات النفط الخام خلال الشهر الماضي بلغت نحو 73 مليون برميل بإيرادات قدرها 7 مليارات و500 مليون دولار. وفي مجمل العام الماضي صدر العراق نحو 873 مليون برميل نفط بمعدل يومي يبلغ 1,390,000 برميل يوميا. أشار الثاني في إربيل لحل مشكلة النفط. نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سيزور إقليم كردستان على رأس وفد حكومي عراقي لاستكمال المباحثات بشأن النفط والموازنة. وكان الجانبان قد أجريا جولة من المباحثات قبل أيام في بغداد خلال زيارة لوفد من الإقليم برئاسة رئيس وزراء كردستان جرفان برزاني، وذلك لحسم الخلافات بشأن تصدير النفط الكردي والموازنة المالية للبلاد. مطار البصرة في العراق يخرج من المحلية إلى العالمية، والدافع استثمارات نفطية تقودها شركات أجنبية تبحث عن وسائل نقل ميسرة لموظفيها، وسلطات البصرة تستجيب فتوسع مطارها. مع تزايد وتيرة الاستثمارات في جنوب العراق ولا سيما في قطاع النفط، ازداد عدد الرحلات الجوية إلى مطار البصرة العراقي. ومنذ أن منحت الحكومة العراقية تراخيص للتنقيب عن النفط لشركات عالمية عديدة، ارتفع عدد العاملين الأجانب بدرجة كبيرة، فكانت الحاجة إلى تطوير ميناء البصرة الجوي. مطار البصرة كان يعاني قبل هذه الفترة من قلة حركة الطائرات. بعد جولة التراخيص أكيد أصبحت الحركة أوسع، ونلاحظ ذلك من خلال الشركات اللي دخلت إلى حيز الطيران في مطار البصرة. قبل عام 2010 لم يكن مطار البصرة يستقبل سوى شركة الطيران الأردنية وشركة الطيران العراقية، لكن اليوم بات الوضع مختلفا والأفاق باتت أوسع، فثمان شركات تنظم رحلات إلى هذا المطار. فقط الملكية بدء الأمر مع الملكية الأردنية اللي عمان مع الخطوط الجوية العراقية. الآن آفاق أوسع أصبحت. الآن احنا مهيئين وشغالين على 5 قاعات وثلاثة فعلية وإضافة لاثنين رديفات والموجودة، فخمس جيتات هي جاهزة أو 5 قاعات للمغادرة إذا صح التعبير. قطاع النفط العراقي انعكس نشاطا في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، وخصصت الحكومة العراقية ومحافظة البصرة 65 مليون دولار عام 2011 لتطوير وتوسيع المطار وتجهيزه لاستيعاب حركة المسافرين المتزايدة. طرح العراق مناقصة عالمية جديدة لشراء نحو 15 ألف طن من الأرز البسمتي هندي المنشأ. وكان العراق قد طرح الأسبوع الماضي مناقصة لشراء 30 ألف طن من الأرز يمكن توريدها من الولايات المتحدة، الأوروغواي، الأرجنتين أو البرازيل. 1,120,000 هكتار هي المساحة المزروعة بالقمح في سوريا بحسب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. وأوضح مدير الإنتاج النباتي في الوزارة عبد المعين قدماني أن هذه المساحة مزروعة بنسبة 66% تنفيذا للخطة الموضوعة من جانب الوزارة لزيادة إنتاج القمح، غير أن اتحاد الفلاحين السوريين جدد القول إن إنتاج القمح تراجع من 5 ملايين طن سنويا إلى نصف هذه الكمية، وانتقد إهمال الحكومة للإنتاج المحلي وسعيها وراء الاستيراد.
منظمة أوكسفام استغلت مؤتمر جنيف 2 المعني بالأزمة السورية للدعوة إلى تفعيل العمل الإنساني، ووضع الناشطون مجسمات تمثل شواهد قبور على ضفاف بحيرة جنيف، وكتب على الشواهد أن أكثر من 100,000 حياة أزهقت في الصراع الدائر في سوريا، وذلك في مسعى للضغط على الدول المشاركة لتأمين المساعدات الإنسانية العاجلة. تقريبا 10 ملايين شخص الآن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة في داخل سوريا والدول المجاورة. إنهم يكافحون يوميا كي يعيشوا، كما أن هناك العديد من العائلات التي تسقط في هوة الاستدانة ولا تمتلك المال الكافي لتأكل. لذلك يجب على الدول والمنظمات التعاون لتخفيف المعاناة الإنسانية في أقرب وقت ممكن، والدفع باتجاه اتفاقية سلام تجلب العدل والسلام لسوريا والمنطقة. الفقرة الأخيرة بالأرقام. ختام النشرة، شكرا والسلام عليكم.